بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أهلا وسهلا فيكم في tip of the day لهذا اليوم. موضوعنا اليوم شيق وجميل في عدة مواضيع مختلفة ومتداخلة وعدة أشكال وعدة نقاط. هي بسيطة ولكن ملاحظات بسيطة. طبعا أنتوا فهمانين بالمايا وشاطرين وبتشتغلوا كل يوم عليه وكذا، ولكن هاي ملاحظات من أخوكم لازم تنتبهوا إلها لما تعملوا مجموعة أشكال بهذا الشكل. لاحظ أنه في عندنا الكرة الأرضية بتدور حول محور وبتدور حول نفسها في نفس الوقت. مثلا هذه الكرة في دوران ذاتي حول نفسها، في دوران كبير حول المحور. لو شفتها من التوب فيو هتلاحظ أنه الدوران حول محور واحد، كلهم محور وسطي. لو شفنا الجريد، شو جريد هتلاحظ انه في دوران حول المحور الوسطي بكبست اربعة. اوكي، هذا المحور، هاي Alt مع V عشان تمشي الانيميشن. لاحظ انه هذا محور الدوران، هذا الوسط محور الدوران لكل العناصر. في دوران حول المحور وفي دوران حول نفسها. لاحظ اي عنصر منهم بدور حول نفسه وبدور حول الارض. مواضيع بسيطه ونقاط بسيطه بس تنتبه لها لما تعمل شغل بهذا الطريقه. ارجو انك تكون معي خطوه بخطوه عشان تعرف كيف توصل لهذا الشكل تماما بهاي التفاصيل. طبعا تقدر تعمل رندر، تقدر تعمل كاميرات بينهم، تقدر تضيف اضاءات معينه، بتقدر تعمل الماتيريال اللي بدك اياه، ولكن انا اخترت اشكال سريعه بهدف التعليم لا غير. وراح ابدا هذا الدرس باني ارسم كره على هاي الكره. راح اكبس 6 وار اكبر حجمها اف عشان اشوفها كلوز. راح اعطيها ماتيريال، رايت كليك اساين نيو ماتيريال. من الماتيريال راح اعطيها البلن بدي من قائمة الكلر اكبس على المربع اللي جنبها الشطرنجي، وفايل ونيو تكستشر، واعطيها منظر كأنه الارض، كأنه ماتيريال الارض. اوكي، صارت عندنا الكرة الارضية. طبعا هذا التكستشر من الانترنت، بس مجرد انك تكتب earth texture حيعطيك صور كتير، واختار لارج ايمجز من الجوجل حتلاقي فيه كميات كبيرة من الصور. اوكي، الفكرة بهذا الدرس مواضيع بسيطة. الموضوع لحد الان عادي اللي هو التكتشر، ولكن هاي الكرة الارضية لما بدي اياها تدور حول المحور بدي اهتم في بعض الامور. الكرة الأرضية في عندها نوعين من الدوران، نوع دوران حول نفسها ونوع دوران حول المركز اللي هي المجموعة الشمسية حول المركز. أوكي؟ يعني إلها مسار حول المركز. فهاي الطريقة راح أعمل أنيميشن للترانسليت للروتيت حول المحور واي، وروتيت حول المحور واي ولكن حول نفسها. فعشان اعمل هاي الطريقه صح راح اعمل جروب. الجروب بانك تكبس كنترول جي على الكيبورد. لو شفت الاوتلاين الان الويندو اوتلاين اوتلاينر هتلاحظ انه في عندنا جروب، وداخل الجروب في عندنا السفير. السفير راح اعمل فيها دوران حول نفسها، وراح اعمل دوران حول المركز عن طريق الجروب. اوكي، سهل كثير، معناته الموضوع هيك واضح. الفكره اني بعدتها عن المركز، ولما عملت جروب اجت البيرنت او البيفت بوينت اجت في الوسط. وطبيعي لما تعمل جروب في المايا بيجي المحور الدوران في الوسط. اذا ما اجتك بتكبس انسرت، زي ما بتعرف على قائمه على الكيبورد تكبس انسرت وتعطيها اللي تحرك مكانه. شوف انسرت، بصير يتحرك مكان
المحور في اي مكان بدك اياه. لو كبست اكس على الكيبورد وضلتك كابس هتلاحظ انه بيعمل سناب حول بيعمل سناب على الجريد، اوكي، وميدل كليك بالماوس هتلاحظ انه بيجي في ميدل، اوكي، انسرت مره ثانيه برجع طبيعي. الان بدي اعمل دوران حول المحور واي، رايت كليك عليه ست كي او كي سيلكتد، وراح اعمل مثلا بعد 50 فريم، بعد 50 فريم راح اعمل الدوران 360 درجه، اوكي، ورايت كليك كي سيلكتد، صار في عندنا كي فريم في البدايه وكي فريم في النهايه، صار في عندي دوران. بس خلصنا الدرس. لا شوف، الان هذا الدوران الاول شغال، الدوران الثاني عندنا هذا الموضوع حول نفسها. لاحظ انا اخترت الكره نفسها وليس الجروب. لو كبست على الكيبورد الاسهم، السهم اللي فوق لاعلى اللي هو اب، هتلاحظ اني اخترت صرت على الجروب 1، ولكن لما اختار الكره نفسها بعطيني هون اسم الكره اللي هو بي، اللي هي من بوليجون سفير 1 هيك اسمها، اوكي. الان بدي اعمل دوران ده على الكره نفسها حول نفسها، اوكي، يعني على روتيت واي رايت كليك، واحنا بتاع الفريم اول مثلا، اوكي، روتيت واي رايت كليك كي سيلكتد، وبعد مثلا ممكن 25 فريم تلاحظ انه الكره دارت دوره كامله 360 درجه حول نفسها، رايت كليك كي سيلكتد. طبعا اللي بالطبيعه دوران الكره حول نفسها حسب ما بعرف، يعني معلوماتي البسيطه، دوران الكره حول نفسها بتدور مره في اليوم عشان تكون الليل والنهار، ودوران الكره الارضيه حول المحور المركز الوسطي اللي هو هون بيكون مره في السنه، اللي هو بيكون الفصول الاربعه، فبالتالي دورانها حول نفسها بيكون اسرع بكثير من دورانها حول الشمس. طيب امامي امرين، الامر الاول انه الكره لما تدور حول المحور تنتهي الدورة عند 60 فريم، أنا بدي إياها تنتهي إلى ما لا نهاية. عشان تنتهي إلى ما لا نهاية لازم يكون في عنا بنسميها لوب أو بنسميها انفينيتي. الانفينيتي لو فتحنا الجراف إديتر ويندو أنيميشن إديتر جراف إديتر هتلاحظ إنه في الأنيميشن، بس هذا الأنيميشن تبع السفير، لو كبست اف على الكيبورد حيعطيك اياها فول فريم. هذا الدوران حول الكره نفسها، انا بدي الجروب باك بس اب على الكيبورد، لاحظ انه في عندنا دوران ثاني. الان عندي هذا الخط هيك وانتهى، ممكن تضيف نقاط اخرى وممكن تستخدم الانفينيتي، بنروح على قائمه فيو انفينيتي، اوكي، هتلاحظ انه الكره بتلف حول الجروب حول المحور وتنتهي. شوف هنا هون في دوران وبعدين انتهى، اللي هي هاي روتيت واي. لو بدي اياها تكمل الى ما لا نهايه لازم اروح على قائمه كيرف، وفي عندنا بري انفينيتي اللي هي ما قبل الدوران، انا ببدا من رقم واحد فما بدي قبل، بدي بوست انفينيتي، وفي عندنا سايكل. لو سايكل كبست عليها حتلاحظ انه شوف بتصير عندنا موضوع غلط، بصير بالبدايه تبدا لعند 60 وبعدين تكمل، اوكي، لانه بنفس المكان انتهت وبدات، فما في عندنا مشكله، ممكن تخليها شو اسمه سايكل، ممكن تخليها بطريقة الكيرف بوست انفينيتي سايكل، وممكن تخليها لاينر او لينير. لاينر او لينير هاي بتكمل الخط الى ما لا نهاية، شوف صار عندنا الخط كمل ما لا نهاية، اوكي. لو بدك تعمل في هذا
الكره مثلا ترانسليت لاعلى مثلا بفريم رقم واحد، كان انها ترانسليت حول المحور واي. انا بدي اوضح فكره ايش الفرق بين السايكل وبين اللينير. لو عملت ترانسليت واي رايت كليك عليها وكي سيلكتد، وبعد مثلا عند 60 فريم اللي احنا عليه او 50، صار في عندنا ترانسليت واي للاعلى بهذه الطريقه، ورايت كليك كي سيلكتد. الان الكره بتلف وبترتفع لاعلى. اوكي، شوف دورانها وارتفاعها لاعلى، بدي اشوفها من السايد فيو. هاي الفرونت فيو مثلا عشان نشوف ارتفاعها لاعلى. مظبوط، شوف تبدا من خط المحور وبعدين ترتفع لاعلى، ارتفعت لاعلى بعد ال 50 فريم، كملت دورانها. وهذا الاشي الصح باللينير، وهاي النقطه المهمه اللي بدي احكي عنها بهذا الدرس. لو انت رحت على الجراف اديتور واخترت كيرف بوست انفينيتي واخترتها سايكل، هتلاحظ ان الكره بترجع لمكانها الاصلي كمحور واي. شوف شوف شوف، ترتفع لحد فريم 50 وبعدين تنزل لتحت وبتكمل دورانها. وهذا الفرق بين انك تختار لينير او تختار سايكل. الان انا بديها لينير اكيد، بس عملتها سايكل للتوضيح. كيرف بوست انفينيتي لينير. اوكي، كمل الخط ونلاحظ الان الكره تمشي في المكان الصح كما تشتهي. اوكي، بتكمل عندك لو عندك 1000 فريم حتلاحظ ان دورانها بالشكل الصحيح. ولكن ترانسليت واي، وترانسليت واي اخذها كمان بشكل انفينيتي. شوف هي عندنا ترانسليت واي وعندنا روتيت واي، هاي روتيت واي وهاي ترانسليت واي. كبست اف على الكيبورد حتلاحظ انه بشكل جميل وبشكل لينير. اوكي، هذه الفكره العامه. الان اخذت هاي الكره مكانها. هذه النقطه الاولى اللي بدي احكي عنها. انا بدي اشيل اللي ترانسليت واي، ما بدي في الها ترانسليت واي، ولكن بس للتوضيح عملتها. خليها بس على روتيت، رايت كليك، بريك كونكشن. اوكي، الان عندنا بس دوران حول المحور واي. الان هذه الكره بدي اعمل دبليكيت منها. شوف انت على الفريم الاول وعملت كنترول دي زي ما بتعرف دبليكيت، لو عملت انيميشن حتلاحظ انه الكره الاصليه بتتحرك، ولكن الدبليكيتد هاي الكره ما بتتحرك، لانه الدبليكيت ما باخذ الكي فريم اللي على عناصر الانيميشن. الفكره انك تعمل، بدي اعمل ديليت لهي الدبليكيت، الفكره انك تعمل دبليكيت وياخذ معاه الانيميشن. هاي النقطه الثانيه المهمه في هذا الدرس. اختار الكره وبعديها اكبس على السهم لاعلى عشان تختار الجروب كامل. شوف الاوتلاينر، مهم تكون امامك وتشوف كيف شكلها. اخترت انت الجروب، الان روح على اديت دبليكيت سبيشال على المربع اللي جنبها، واختار ريسيت، واختار دبليكيت امبوت جراف. مباشره تكبس ابلاي حيعطيك جروب جديده. الجروب الجديده لاحظ انه ما في انيميشن غير على المحور واي روتيشن. لو كبست، لو سحبتها للاعلى، حتلاحظ انه بتضلها محافظه على الانيميشن الاصلي تبعها. ولو غيرت مكان الفريم عشان تزيد سرعتها مثلا، هذا عندنا الفريم هاد، لو كبست شيفت مع ميدل كليك بالماوس عليها وسحبت، انت حددت الفريم الان، حيطلع لك اسهم صفر يمين وشمال وسهم بالوسط وسهمين بالوسط. اكبس على السهمين وقربهم للبدايه. لاحظ لسه محافظ على السايكل، ولكن صار في واحد اسرع من الثاني في الدوران. الان صار في عندك كوكبين، ممكن تختار هذه الكره الاولى وتكبس ار على الكيبورد وتكبرها، حتلاحظ انه في اختلاف بالسرعه واختلاف في الحجم. اوكي، الان الموضوع واضح. اختار هاي الجروب وهاي الجروب، واختار انبوت جراف من دبليكيت، دبليكيت انبوت جراف، دبليكيت سبيشال
على المربع Input Graph وApply وغير أماكنهم وغير سرعاتهم وأحجامهم. حتلاحظ إنه صار في عندك نوع من الراندوم. لاحظ إنك غيرت مكانه، أنا بغير بالترانسليت واي لفوق، ولكن إذا تحركهم لأبعد بهذه الطريقة بصير، لأنك أصلا الجروب في الوسط فما في مشكلة، تقدر تختار بس مش الجروب، تختار الكرة نفسها وتحرك مكانها في أماكن مختلفة من العالم، أوكي؟ لأعلى وأسفل ويمين وشمال، صار في عندك عدد كبير من الكرات. ولاحظ أنك تتحرك براحتك لأنه ما في أنيميشن غير حول المحور واي، وما في والدوران كله حول الجروب، فبتلاحظ أنه بيختلف معاك بسرعة الأنيميشن وشكله. اختار أماكن الكيات لبعضهم عشان يكون بشكل عشوائي. الراندوم مهم يكون في هذا الشغل، وفي عنا تعطيهم ماتيريال مختلفة للأشكال، كل واحدة تأخذ ماتيريال بشكل مختلف، بأنك تختار الويندو ريندرينج إديشن ريندرينج إديتر اللي هي هايبر شيد، من الهايبر شيد تعمل نيو بلين، والبلين دبل كليك عليها من جنب كلمة كلر، اكبس على المربع وفايل، ومن الفايل اعطيها الفولدر واختار مثلا الارض بشكل تاني، اوكي الارض 2، واختار بعضهم مع شيفت اختار الاشكال الثانية، واختار بلين 2 اساين ماتيريال تو سيلكشن بالميدل كليك. الان صار في عندك شكلين. في عندي كمان انا اشكال تاني، خلني اعطيها كمان 2 بلين، هاي بلين الاولى، ودبل كليك عليها اللي هي بلين 3، وعلى الشكل الشطرنجي فايل وفولدر، ونختار الشكل هذه الماتيريال واطبقها على بعضهم بشكل عشوائي، اوكي، واساين ماتيريال تو سيلكشن. في عندك كمان تقدر تختار تكستشر كثير، انا جبت من الانترنت وجدت اشكال جميلة من التكستشر، هنا اشكال لتكستشر للقمر، في عندنا شوف هذا مطبقه على وجه بني ادم، بصير تطلع معك افكار غريبة، في مطبقه على لايت على اضاءة على اوكي، هون مطبقه على شكل بيض، هنا تفاحة، يعني في عندك افكار جديدة تقدر تطبقها كيف انك تعمل تكستشر. تكستشر مهم وبعطي روح وحياة للأشكال. الآن الفكرة عندي أنا واضحة، هذا اللي كنت أحكي عنه، بتقدر تعمل كاميرا وتمشي الكاميرا بينهم وتشوفهم في عدة أشكال مختلفة، أوكي. Alt مع B هيعطيك الباك جراوند باللون الأسود، وشيل الجريد من شو، هتلاقي تحت الجريد وحدد مكان الرندر مثلا، وخلي الكاميرا تمشي بين المجسمات، اوكي. طبعا سرعتهم كبيرة. الان هاي الفكرة، بتقدر الان تشوف مثلا كوكب زحل زي ما بنعرف انه في حوله اشكال مختلفة، بتقدر تعمل داخل الجروب كل كرة من هاي عبارة عن جروب، داخل كل جروب، لاحظ الاوتلاينر، اين انت يا اوتلاينر، كل كرة منهم عبارة عن جروب، داخل الجروب تقدر تضيف اشكال، اوكي، داخل الجروب نفسها تضيف شكل ثاني، وتضيف عليه مثلا تضيف شكل حول محور زحل، وراح يضل محافظ على الانيميشن لانه الانيميشن على الجروب نفسه. تقدر تعمل جروب داخل جروب وتعمل مجموعة أشكال من الأنيميشن مختلفة. لاحظ الآن الأنيميشن عندك سريع كتير، إذا بدك تأخيره سهل كتير ترى، بس اختار الشكل، اكبس أب عشان تختار الجروب، واختار الكي فريم وأخره،
كمان حتلاحظ انه صار ابطأ. اوكي لاحظ مثلا هاي الكرة بتمر من امام الشاشة بدي اياها ابطأ، خلنا يكون عندنا مثلا 500 فريم، حختار الكي فريم شيفت مع ميدل كليك واسحبها اخليها مثلا بدل ما هي 50 صارت 120، صارت اكثر من الضعف، صار في عندنا انيميشن ابطأ بشكل كبير. شوف الكرة صارت واضحة امامك، تقدر مثلا هاي لساتها سرعتها عالية، او مثلا هذا القمر. اوكي خلي الاشكال ابطأ، بينه معاه تقدر تحط اضاءة بينهم وتشوف شكل الاضاءة كيف ممكن تشتغل عليها. الملخص هذا الدرس انه اول شيء اتأكدنا انه البيفت بوسط الجريد والشكل بعيد عنها في انيميشن، الفكرة الاولى. الفكرة الثانية في انه انيميشن للشكل نفسه مختلف عن انيميشن الجروب كامل، والفكرة الثالثة منه انه الانيميشن على الجروب بيختلف عن الانيميشن للشكل نفسه، عفوا هاي حكيتها. والفكرة الاخيرة اللي هي انك تعمل الفرق بين اللينير والسايكل بالانفينيتي للجراف اديتر اللي هي بالجراف اديتر. اوكي بكفي كلام في هذا الدرس، ان شاء الله بنشوفكم في دروس اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عمر قنديل من دوت ان سبوت.